انا يوم ما هكتشف ان انت بتخني اتلخبط المفك في رقبته وهو لاقي واخلص منه. الطب الشرعي اكتشف بقى ان في خصلات شعر. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حبيبي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في القاهرة بالتحديد من داخل المركب. زوج اسمه عبد الله من محافظة السوهاج جه القاهرة من 22 سنة، يعني هو اصلا من سوهاج متجوز وجايب مراته الى القاهرة من 22 سنة. مراته ما كانش بتخلف، فالناس قالوا له يا عمي ده انت راجل صعيدي وربنا شرع الجواز مرة واثنين وثلاثة واربعة، ومراتك عندها مشكلة في الإنجاب ولازم هي توافق ان انت تتجوز، ده هي اللي تدور لك على عروسها يا عبد الله وتجوزك لو هي بتحبك، ما تحرمكش من انك تكون اب والذرية امتداد ليك. وفعلا عبد الله قال لمراته، لكن مراته قالت له رجعني على سواج، انا ما اقدرش اطيق ان واحدة تكون في حضنك وتشاركني فيك. وبالفعل قال لها يا بنت الحلال انا بحبك وعايزك ورايدك. قالت له انت لما ربنا فتح عليك وجيت القاهرة واشتغلت في المقاولات طمحت في الدنيا ونسيتني، انا لو كنت مكانك والعيب عندك او عندك مشكلة في الانجاب عمري ما كنت اقول لك طلقني علشان اتجوز وما تحرمنيش من نعمة الاطفال، لكن انت اناني والفلوس لما جرت في ايدك. طب انا متجوزاك من 5 سنين وما كانش فيه خلفة وانت فقير عمرك ما قلت لي كده، لكن يا ابن الحلال انا هرجع بلدي تاني وربنا هو اللي يعوضني. وفعلا طلقها واعطاها حقوقها ورجع السواج تاني. وهو عايش في القاهرة في المرج، ولاد الحلال قالوا لا انت لازم تتجوز وتشوف طريقك بعد ما مراتك سابتك. وفعلا راح يتجوز واحدة اسمها نورة عندها 37 سنة. نورة كانت بتحبه هو كان بيحبها وخلف منها 4 أطفال. نورة كانت من الزوجات الغيورة جدا وكانت بتغير على جوزها غيرة غير عادية. لو شفته بيتكلم مع زبون، هو شغال في مجال المقاولات عنده شركة مقاولات كبيرة، وهو معروف في منطقة المرج انه متدين وانه راجل ما بيسيبش فرض، وعمره في ال 22 سنة اللي جه في المرج وقعد فيهم عمره ما عمل مشكلة مع اي حد في المرج. ودي اللي كانت الناس كلها الستات قبل الرجالة كانوا بيحبوا عبد الله علشان اخلاقه وعلشان طبته. لكن مراته كانت دايما تشك فيه، كانت بتقول له طبتك دي وكلامك المحسول ده بيخبي من وراه شخصية راجل ذئب بشري. يقول لها ليه؟ تقول له معرفش، انا عارفاك ان انت بتحب الستات. قال لها يا نورة انت كفياني عن كل الستات. قالت له لا، الرجل الصعيدي انا عارفة ان ما بتكفوش واحدة ست، وانا عارفة ان انا مش مكفياك، وانا عارفة ان انت عينيك بتبص بره، وانا عارفة ان انت ليك علاقات. اقسم بالله يا عبد الله لو عرفت ان انت بتخني لا موتك لا اقتلك. قال لها معاذ الله انا ما اقدرش اعمل اللي انت بتقوله ده، انا بخاف ربنا. واستمرت الحياة، لكن من وقت للتاني كانت تطب عليه في شركة المجولات تلقاه معاه زباين ولا معاه ستات كانت بتقرب الدنيا، وكانوا بيكملوا خناقهم في البيت والأولاد شاهدين على خناقتهم المستمرة بسبب غيرة نورة على جوزها المهاوي، لأن كل ما الفلوس كانت تزيد معاه والخير كانت تقول أكيد هيتجوز علي، أكيد هيبص على واحدة تانية، أكيد هيبص على بنته صغيرة، فكانت النار دايما بتجري في عروقها. لغاية ما في يوم اكتشفت سر خطير جدا كان على اساسه او كان السبب في ارتكاب الجريمه البشعه. عايزين نعرف ايه هو السر، هقول لكم عليه بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقه. هي كانت من الذكاء ان كانت دايما بتراقب جوزها وتليفون جوزها، وكان دايما كل ما يغير الباسورد بتاع التليفون كانت بتراقبه لغايه ما بتوصل للباسورد وتعرفه وتخليه نايم وتفتح تليفونه. وبالفعل غير الباسورد، لكن هي قدرت ان هي تراقبه وقدرت تاخد الباسورد بتاع التليفون. وبالفعل خلته نايم وفتح التليفون لقته مسجل فيديو وهو مع بنت في وضع هي شافته ان هو وضع خارج، وضع هي شافته ان هو وضع جنسي وان هو كده بيخونها. هي كانت قايله له مهدده، انا يوم ما هكتشف ان انت بتخني انا هقتلك. بسبب جنونها
فعلا اتأكدت انه على علاقة بالبنت دي من وجهة نظرها لمجرد صورة موجودة على موبايله، هو مصورها سيلفي مع البنت دي. بالفعل جرت المطبخ، خافت تمسك السكينة، ما تعرفش ايه الحكمة، ما لقتش غير المفك، قالت انا اخبط المفك في رقبته وهو نايم واخلص منه. وبالفعل خدت المفك الكهربائي ودخلت عليه وهو نايم، ومرة واحدة راحت خبطها في رقبته خبطة جامدة جدا، قام هو على صرها. عملت ايه؟ كان الدم، الخبطة جت في شريان رئيسي، للأسف خارط قواه ونزل ميت في غرفة النوم. هي راحت واخدة المفك غسلته وحطته مكانه، وراحت على بيت اخوها، قعدت يوم اتنين وبتقول لاخوها انا كل ما بتصل بقى عبد الله ما بيردش علي، انا قلقان، روح يا اخويا والنبي في المرج شوف جوزي ما بيردش ليه تليفونه، كل ما برن عليه ما حدش بيرد. بالفعل اخوها نزل خبط عليه ما فيش، راح قصر الباب هو والجيران، لقوا عبد الله في غرفه النوم والمفك، مطرح المفك مغبوط في رقبته وميت وفقع الدماء، وللأسف الريحة لأنه كان بقاله يومين والجو حر، الريحة تسكم الأنف ومحدش قادر يطاق. على طول جات الشرطة، طبعا تم استبعاد الزوجة تماما لأنها مش موجودة بقالها يومين، والجيران عارفين إن هي عند أخوها، والزوج محدش شافه وطلع ولا نازل، محدش بيراقب حد، فاعتقد ان هو مع مراته عند اخوها، لكن اكتشفوا ان هو اللي مقتول. الشبهة تماما اتنفت، او محدش شك في الزوجة ابدا ان هي اللي قتلها لان بقالها يومين غايب عند اخوها. التحريات، العلاقات، الزوج، شغله، شركة المقاولات، هل ليه خصوم، هل ليه اعداء، ما لقوش ليه حاجة خالص. الطب الشرعي اكتشف بقى ان في خصلات شعر في ايد المتوفي، ميت وهو قافل ايده كده، لما فتحوها لقوا خصلات شعر. بتحليل خصلات الشعر ومطابقتها بخصيلات شعر الزوجة تم التأكد ان دي بتاع شعر مراته. بالصدفة الاولاد وهم في رئيس المباحث بيكلم الزوجة وجوزك ليه اعداء ولا غيره، البنت قالت ماما كانت بتتخانق مع بابا باستمرار. الكلمة دي رنت في ودن الضابط وجات اكدتها بصيلات الشعر اللي لقوها في ايدين المجني عليه وهو قافل ايده، انت عارفين، ولما خبطها بالمفك لما مسكها ما لحقش غير شعرها فطلعت بعض الشعيرات في ايديه. دي كان الدليل اللي وجه الزوجة بيها انهارت واعترفت وقالت ايوه هو شدني من شعري لما خبطته في رقبته فعلا قبل ما يموت، وما قدرش يقف وقع على الارض، لكن انا ما خدتش بالي ان في بعض الشعر اتقطعه بايديه وهو بيشدني من شعر. اعترافات تفصيليه، مثلت الجريمه، ارشدت عن المفك اللي كانت خبطه جوزها بيه وقالت انا بغير عليه جدا وكنت بحبه جدا، لما شفت صورته على الموبايل معاه واحده في وضع غير لائق اتجننت، حتى ما واجهتوش، كان كل همي انتقم منه. تم القبض عليها طبعا، ده جريمة قتل، اعتقد انها يكون فيها حكم رادع جدا. لكن الفكرة اللي احنا دايما بنرشد عنها في برنامجنا، انت دلوقتي قتلت جوزك بالسلام، طب ما فكرتش في اولادك؟ ما فكرتش ان ممكن الشرطة توصلك؟ الاربع اولاد دول الاطفال مين هيربيهم يا جماعة؟ قبل ما نرتكب الجرم ما نفكرش في النار اللي هنطفيها في قلوبنا، نفكر في النار اللي هتطلع في قلوب ولادنا. لا هيلو اب ولا هيلو ام غير السمعة هتفضل طول عمرهم اللي امهم قتلت ابوهم، دمرتوا اربع اطفال بسبب ايه؟ ما تطلع منه، ما تخلعيه، حب ايه اللي يخليك تقتلي؟ لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.